بسم الله الرحمن الرحيم، معكم علا العالمي. النهاردة هستكمل مع حضراتكم سلسلة حلقات ورشة فون، والنهاردة خصصتها للرد على أسئلتكم واستفساراتكم حول ما جاء في الورشة الأولى عن كيفية إنشاء اختبار إلكتروني على جوجل من خلال جوجل فورم باستخدام الموبايل. وكمان هقول على بعض التكات والنقاط المهمة والمفيدة أثناء عمل الاختبار على جوجل فورم. نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة زي ما عرفنا في الورشة الأولى إني بروح على شاشة الموبايل بتاعتي وبضغط على جوجل، بلاقي صفحة الويب الخاصة بجوجل ظهرت قبالي زي دلوقتي. أول سؤال جالي من أحد المعلمين، قال لي أنا دلوقتي برتاح أكتر لاستخدام اللابتوب او الكمبيوتر بتاعي وان اعمل شغل، هل خطوات عمل الفورم الاختبار الالكتروني على الموبايل هي نفسها على اللابتوب؟ ايوه نفس الخطوات، بس الاختلاف مفيش اختلاف ولا حاجه، شاشه الويب بس هي اللي بتبقى شكلها مختلف من الموبايل او على سطح المكتب، اختلاف طفيف جدا. تمام، عشان أجاوب على سؤاله وفي نفس الوقت أدي بعض التكات المهمة والمفيدة للمعلمين، هقول لحضراتكم على أوبشن جميل قوي. أنا عاوز حضراتكم بس تاخدوا بالكم من شاشة الويب بتاعت جوجل اللي أنا فتحتها دلوقتي من عن الموبايل بتاعي، ده شكلها. تمام، ده شكلها. طيب أنا دلوقتي عشان أجاوب على الأستاذ اللي بيقول لي أنا عايز أشتغل على اللابتوب، طب انا ممكن اديك امكانيه انك تشتغل على اللابتوب بتاعك لو انت مرتاح في شغلك على اللابتوب او الكمبيوتر من خلال شغلك، اديك امكانيه تشتغل على اللابتوب بتاعك من خلال الكمبيوتر. ازاي؟ شاشه الكمبيوتر بتبقى متاحه اكتر وشكلها مريح للعين لانها بتبقى مفتوحه وكل التبويبات قبالي بتبقى موجوده، ودي طبعا اريحيه يستخدمها اي حد، ممكن يقول لحد تاني الموبايل افضل. تمام، طيب هديك الاوبشن ده عشان اجاوب على سؤالك اني اروح على الثلاث نقاط اللي فوق، فوق خالص شمال الشاشة من ناحية اليسار، واضغط على الثلاث نقاط دول هلاقي قائمة منسدلة ظهرت، وهلاقي اوبشن مكتوب العرض باصدار سطح المكتب، اعمل عليه كده علامة تشيك واشوف. ممكن الشاشة تتغير على طول في نفس اللحظة دي، وممكن لو متغيرتش اخليني كده واكتب على محرك البحث اللي انا عاوزة ادور عليه، واكتب جوجل فورم او فورم جوجل بالعربي او بالانجليزي سيان، واضغط عليه ضغطية كده. هلاحظ ان شكل الشاشة بدأ يتغير. ليه؟ لان انا نشطت العرض باصدار سطح المكتب. يعني ايه سطح المكتب؟ قلت ان هو المقصود به اللابتوب او الكمبيوتر، ده شكل الصفحة لو انا فتحتها على الكمبيوتر بتاعي. طب عشان نعرف الفرق كده مرة تانية، هرجع تاني على الثلاث نقاط اللي فوق دي خالص شمال يسار الشاشة، واشيل التنشيط الخاص بالعرض باصدار سطح المكتب، اشيله. ده شكل دلوقتي شاشة الويب بتاعت جوجل لو انا بستخدم الموبايل بتاعي، ده شكله، دي شكلها. تمام، طيب لو انا عاوزة شكل اللابتوب او الكمبيوتر اضغط تاني على ثلاث نقاط ونشط العرض باصدار سطح المكتب، تظهر بالشكل ده. يعني لو واحد فتح معانا الكمبيوتر بتاعه هيلاحظ ان الصفحة بتاعته زي دي بالظبط. تمام، طب ليه بنعمل كده؟ والله بندي كل الاختيارات المتاحة للمعلم اللي عاوز يشتغل على اللابتوب او اللي عايز يشتغل على الفون. طيب وبختار اول اختيار، بلاحظ ان الشاشة ظهرت بالشكل ده. اللي حضر معايا الورشة الاولى هيلاحظ انها كان شكلها اختلف. ليه؟ لان في الورشة الاولى كنت بعمل الاختبار على الموبايل مباشرة، وانا دلوقتي بستخدم الموبايل برضو بس عاملة اوبشن العرض باصدار سطح المكتب. يعني ده شكل صفحة الويب على ايه؟ شكل صفحة الويب على الكمبيوتر، بس انا بستخدم الموبايل بتاعي بس انا منشطة اصدار سطح المكتب. تعالى كده نشوف على الثلاث نقاط اللي فوق، وانا اروح احذف
الخيار الخاص بالعرض بإصدار سطح المكتب، هشيله كده. ده أصبحت شكل صفحة الويب على بتاعت جوجل بالنسبة لاختيار النماذج على الموبايل. لا أنا عاوزها شكلها شبه بالظبط الكمبيوتر، هروح على القايمة المنسدلة من 3 نقاط ونشط العرض بإصدار سطح المكتب، ألاقيها ظهرت بالشكل ده، مفيش فرق خالص. تمام. طيب عندي أروح مختار على المستوى الشخصي، هتظهر لي كل النماذج بتاعتي، دي كل النماذج الخاصة بتاعتي. حضرتك لسه بتنشئ جديد هتبقى الصفحة عندك فاضية، لكن لو انت بتنشئ بقى نماذج هتبقى ظاهرة عندك بالشكل ده. واروح عند علامة البلس الزائد اللي هي الموجودة تحت خالص عند اسفل يسار الشاشة، علامة الزائد ده اهي، واضغط عليها ضغطاية عشان يظهر لي شكل النموذج اللي انا هشتغل وهعمل الاختبار بتاعي. ده شكل نموذج الاختبار لو انا موجودة على اللابتوب او على الكمبيوتر. لو الناس اللي حضرت معايا الورشة الاولى هتلاحظ ان هي اختلاف طفيف جدا جدا، افكركم بيه. هروح عند 3 نقاط اللي فوق وهشيل الاصدار بسطح المكتب. ده شكل النموذج على اللابتوب على الموبايل اللي احنا اشتغلنا عليه في الورشة الاولى، ده شكل النموذج على الموبايل. طيب انا هشتغل النهاردة النموذج على اللابتوب، تمام، بس من خلال الموبايل برضو. ولكن انا ازاي بان انا انشط العرض باصدار سطح المكتب يظهر لي بالشكل ده، تمام، يظهر لي بالشكل ده. طيب الفرق بينهم ايه؟ ان نشاط الادوات كان في الموبايل كان بيبقى تحت، كان بيبقى تحت هنا. نرجع تاني مرة تانية عشان اوريها لحضراتكم. ده شكل النموذج على الموبايل، هو نفس شكله، بس شريط الادوات اللي هي علامة الزائد اللي انا بضيف عليها سؤال او ان انا بستورد سؤال او بكتب او بجيب صور او بعمل قسم او بضيف فيديو، بيبقى شريط الادوات بتاع كل سؤال موجود تحت. اما لو في الكمبيوتر هنشط هنا العرض وإزالة سطح المكتب، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان شريط الادوات موجود شمال يسار الشاشة، موجود يسار الشاشة، يعني اختلاف طفيف جدا مش هنحس بيه خالص. وحضرتك لك الاختيار تشتغل على الموبايل او تشتغل على اللابتوب بتاعك، نفس الخطوات اهو، والاختلاف بينهم بسيط جدا جدا. تمام. يبقى انا كده جاوبت على اول سؤال جالي، ان انا لو عملت اختبار على الكمبيوتر هل هيختلف لو انا عملته على الفون؟ لا مش هيختلف، هي نفس الخطوات. امال ايه المختلف فيه؟ ابدا، هي شاشة الويب فيها بعض الاختلافات الطفيفة نظرا لان الموبايل له حجم معين والكمبيوتر ليه بيبقى حجمه كبير شوية. هي شاشة الويب بتتغير مع تغير. طيب واجي ابدأ اول سؤال هنا، او هغير اسم النموذج زي ما اتعرفنا في الورشة الاولى، واكتب مثلا اختبار على الوحدة الاولى مثلا، تمام. واضغط ضغطاية تاني على النموذج بدون عنوان اللي هو اللي في السطر التاني، ضغطاية واحدة بس كده، هلاقيه ايه شكله، إيه خلاص اخد نفس ايه الاسم، اخد نفس الاسم اللي موجود فوق، تمام. الاولى. طيب يبقى انا كده ايه ظبطت الموضوع بتاعي وخليته وكتبت العنوان. اول حاجة اعملها لانه اختبار هضيف اول تبويب عندي اضيف اسم الطالب، منساش اكتب اسم ايه الطالب عشان كل طالب يدخل ويكتب اسمه. طبعا دي هخليها اجابة قصيرة بحيث ان الولد يكتب اسمه، واخليها مطلوب واضغط على كلمة مطلوب زي ما تعرفنا في المحاضرة اللي فاتت. ممكن اجي بقى عند علامة الزائد، مش هلاقيها تحت، ليه؟ لان انا بستخدم العرض باصدار سطح المكتب. سطح المكتب يعني ايه؟ يعني اللابتوب او الكمبيوتر. كلمة سطح العرض بإصدار سطح المكتب معناها العرض بإصدار أو بشكل الكمبيوتر أو اللابتوب. أجي عند علامة الزائد هنا عشان أضيف عنوان تبويب تاني. شوف حضرتك عايز تضيف إيه، اسم المدرسة مثلا، الصف، أي بيانات عايز تجمعها من الطالب. طيب هاجي لك حرية الاختيار، هاجي هنا على أول سؤال
احنا دلوقتي خلاص كده اجي بعمل خيار من متعدد. السؤال هنا مثلا هاجي احط سؤال بسيط بحيث ان هو كلنا نعرف الغرض، مش السؤال ذات نفسه، الغرض ازاي انا بعمل سؤال. هنا مثلا هكتب سؤال يكون سهل شوية، يقول ايه اسطورة، هنا نضغط كده اسطورة عزيز، وأوزوريس من الأدب، ونختار أول اختيار. هل الاختيار نهو الأدب نهو القصصي ولا نكتب اختيار تاني ديني؟ الديني تمام. اختيار ثالث ولا ادب التهذيب؟ كفايه ثلاث اختيارات، ممكن اضيف اربعه خمسه اللي انا عاوزه. طيب ثلاث اختيار، تعال نشوف بقى السؤال اهو. طيب عرفنا في الورشه اللي فاتت ان انا لما بكتب السؤال بعمل نموذج اجابه. طيب عرفنا من الورشه اللي فاتت ان نموذج الاجابه بيبقى موجود تحت هنا في الحته الفاضيه البيضه اللي هنا. ده السؤال التاني اللي جالي من احد المعلمين، قال لي انا عملت نفس الخطوات اللي انت عملتيها في الورشة الاولى دي، ان انا حطيت السؤال وعملت الاختيارات، لكن اجي ادور على نموذج الاجابة اللي كان اللي هي مكتوب ان هو تحت هنا وعلامة تشيك ان هو موجودة تحت في الحتة البيضة اللي تحت خالص هنا، ما لقيش كلمة نموذج الاجابة زي اللي هي موجودة عندك في الورشة الاولى، اجي ادور عليها مش موجودة. طب تعالى نشوف هي فعلا مش موجودة. الله، طب هي راحت فين؟ طب هل موجودة في شريط الأدوات الموجودة على الشمال؟ لا مش موجودة. طيب انت قلت في الورشة الأولى ان انا بعد ما بكتب بلاقي نموذج الإجابة مكتوب تحت، يعني انا مثلا المفروض الاقيها مثلا في الحتة دي، مثلا ممكن الاقيها في الحتة دي كده، المفروض هنا يكتب نموذج الإجابة هنا وجنبيها مربع، اضغط عليها اروح على مفتاح الاجابه عشان احدد الاجابه الصحيحه. طب مش موجوده ليه المره دي؟ لان حضراتكم وانا قلتها على فكره، قلتها في الورشه الاولى، قلت ان انا قبل ما اول ما اعمل نموذج وقبل ما اشتغل فيه خالص اروح عند علامه الترس اللي فوق ده، هي اللي هي شمال في يعني فوق الشاشة، شمال الشاشة من فوق علامة الترس دي اللي هي الإعدادات، وأضغط عليها ضغطاية علشان يطلع لي المربع ده، وإن أنا أخلي النموذج أول ما أضغط على كلمة نموذج قبل ما أشتغل فيه أضغط على علامة الترس دي، وأخلي هذا النموذج أضغط على تبويب الاختبارات، أجعل هذا النموذج اختبار. المهم جدا الحركة دي، وإلا هتكتب أسئلتك زي ما أنت عايز بس مش هيطلع لك مفتاح الإجابة زي ما احنا شفنا دلوقتي، وزي الأستاذ اللي سألني وقال لي أنا مش لاقي مفتاح الإجابة. ليه؟ لأن حضرتك في الأول خالص ما جيتش من عند الإعدادات واخترت تبويب الاختبارات، وبيبقى ده متظلل كده مقفول، بتضغط عليه وبتقول له جعل هذا جعل هذا النموذج اختبار، وبيديك اكتر من اوبشن اتكلمنا عنه في الورشة الاولى. هل انت عاوز الدرجة تطلع مباشرة بعد الارسال ولا في وقت لاحق؟ ده ليها اختيار وده ليها اختيار، وده هجاوب عليه ان شاء الله اثناء الورشة دلوقتي. امتى بستخدم الدرجة مباشرة بعد الارسال، الولد يشوف الدرجة على طول، ولا ااخر عليه الدرجة بعد انا مصحح؟ ما صحح ليه؟ ده نموذج الكتروني، هجاوب على ده اثناء الحلقه ان شاء الله. وهنا عندي اكتر من اوبشن، هل انشطه الاسئله غير الصائبه تظهر، الاجابات الصحيحه بس اللي تظهر، قيم الدرجات انت برضو صاحب الشان فيها، تسيبها او هتنشطها او ما تنشطهاش حسب اختيارك ليها، مش هتفرق يعني. كمان عندي تبويب هنا، خلاص كده انا جعلته هذا اختبارا، اجي هنا عندي عرض تقديمي واضغط عليه واشوف الاوبشن اللي بيديهولي. اظهار شريط التقدم مش ضروري يعني، مش مهم بالنسبه لك. الترتيب العشوائي للاسئله يا ريت تضغط عليه ضغطايه،
مهم جدا، علشان اللي هو الترتيب العشوائي، بمعنى ان هو الاسئله ما تبقاش اخده شكل منتظم، سؤال الاولاني التاني التالت، لو انا ببعته الفصل لا يتبدل في الاسئله بتاعته، اقدر ابدل الاسئله بتاعته بحيث ان يبقى ايه الاسئله مش معروف اماكنها، فبالتالي ابقى عارفه اجابتها، ادخل على الامتحان وانا عارفه اجابه السؤال الاولاني ايه تاني تالت لايه، لا انا اعمله ترتيب عشوائي بحيث ان الاسئله تبدا تتلخبط في ترتيبها، بحيث ان لو انا بعته الفصل يبقى انا كده ضامنه ان الترتيب مختلف، والولد الطالب يجاوب زي ما ايه ما يطلع له الفورم بتاعه. طيب عندي عرض رابط الارسال هنا، عرض رابط الارسال رد اخر، لا طبعا ما تنشطوش تشيله، علشان لو ممكن الولد يدخل بحساب ايميل اخر ويحل بعد ما يعرف الاجابه اشيله احسن. تمام، عرض رابط الارسال رد اخر، بحيث ان هو هل يدخل ويعمل امتحان تاني وامتحان مره تانية، لا تحذف علامه التشيك دي، ما هياش مفيده بالنسبه لو عملت امتحان، لان الولد ممكن يدخل تاني من اختبار تاني من ايميل تاني ويعمل الامتحان ويبقى عنده اكتر من درجه، فما ينفعش اشيلها. هنا رساله التاكيد، يعني بعد الطالب ما يحل الامتحان تجي له رساله تاكيد، انت برضو حضرتك صاحب الاختيار تكتب ايه في رساله التاكيد، ممكن تقول له كلمه تشجيع، احسنت مثلا تكتب احسنت، او ايه انتظر، او انتظر اجابتك، انتظر اجابتك، انتظر اجاباتكم، انتظروا اجابتكم مثلا، ايه تكتب له مثلا، شوف الرسالة اللي انت عاوز تكتبها له، ايه كلمة يكون فيها كلمة تحفيزية، شكرا على حسن استجابتكم او اجاباتكم، شوف حضرتك عايز تكتب ايه الرسالة اللي تظهر للطالب بعد ما يحل الامتحان. هاجي على تبويب عام هنا واشوف جمع عناوين البريد الالكتروني، هل انت عايز جميع العناوين كل اللي يدخل على الامتحان يبقى البريد الالكتروني عندك محتفظ بيه، برضه حضرتك صاحب الشأن تفعله او ما تفعلهوش، بس الافضل طبعا تفعله بحيث ان يبقى عندك البريد الالكتروني اللي داخل عندك للطلاب، يبقى عندك زي قاعدة بيانات كده للطلاب اللي تدخل عندك. هنا برضو عندي من ضمن الاوبشنات التقيد برد واحد، هل انت عايز رد واحد بس، يعني الطالب يدخل يمتحن يجاوب مرة واحدة بس، ولا عايزه يجاوب اكتر من مرة، هنا بتفرق طبعا، ده امتحان المفروض الطالب يحل مرة واحدة بس، يبقى انت تفعل التقيد برد واحد فقط. هنا برضو بيجي لك احد الاوبشنات، هل الطالب من حقه ان بعد ما يرسل الامتحان ويرسل الاجابة بتاعته ان هو يقدر يعدل، برضو حضرتك صاحب الاختيار التعديل بعد الارسال، يعني مثلا الطالب ممكن يحل ويبعت يقول الله ده انا افتكرت ده انا المفروض اكتب كده، ممكن يدخل على الفورم التاني الفورم مرة تانية ويعمل عملية تعديل، حضرتك برضو صاحب الاختيار، هل شايف ان الاوبشن ده مفيد للطالب ان يعدل بعد ما يرسل، ولا بلاش يبقى هو حل مرة واحدة وخلاص. مشاهدة الرسوم البيانية اعتقدش انها مفيدة بالنسبة للطالب ان يشوف الرسوم البيانية لعمل الامتحان. ما ننساش بعد ما نشوف عملنا الاوبشن ده كله وعملنا العرض اللي هو التسجيل، تكتب الرسالة بتاعتك والاختبار، نبقى متأكدين نجعل هذا اختبارا، قبل ما نخرج من المربع ده نعمل حبس. هتلاحظوا ايه حضراتكم، هتلاحظوا ايه حضراتكم، اهو السؤال بتاعنا اهو اللي كان مكانه فاضي تحت مفتاح الإجابة بدأ يظهر، يبقى مفتاح الإجابة هنا بدأ يظهر ليه؟ لأن أنا أول حاجة عملتها لما لاحظت إن أنا كتبت السؤال ولقيت الحتة دي فاضية زي ما وشاورت عليها بعلامة وقلت إن الحتة دي فاضية ما فيش مفتاح الإجابة أقدر أعمله أنا يا معلم، قلت ده أنا نسيت إن أنا ما رحتش هنا أهو عند علامة الترس اللي هي الإعدادات، عندي هنا علامة الإعدادات واخترت بيطلع للمربع ده وبضغط على كلمة الاختبار اللي فوق وبنشط جعل هذا اختبار، لأنها بتبقى مقفولة كده، بنشط دي وبخليها جعل هذا اختبارا وأقول له حفظ. تمام، فأوتوماتيك على طول بتظهر لي تحت السؤال مفتاح الإجابة، وأضغط على مفتاح الإجابة زي ما عرفنا في الورشة الأولانية، بختار نوع الإجابة الصحيحة، سوري
وبضغط عليها ضغطاية بتتلون باللون الأخضر، إن دي معناها إن دي الإجابة الصحيحة، وبقول إن السؤال ده يبقى بدرجة واحدة، وما انساش إن أنا أعمل تم، فبيجي لي السؤال بالشكل. يبقى أنا كده جاوبت على السؤال الخاص اللي جالي وقال لي إن أنا عملت السؤال بس مش لاقي مفتاح الإجابة. جاوبت كده إن أنا قلت له إنك تروح تخلي بالك، تروح عند الإعدادات من فوق وتعمله إن جعل هذا الفورم اختبار. يبقى ده إجابة السؤال التاني. طيب تعال نضيف سؤال تاني، نضغط على علامة الزائد ونضيف ونشوف هنعمل. جالي سؤال وقال لي أنا دلوقتي عايز أعمل امتحان تصنيف. يعني إيه تصنيف؟ قال يعني أعمل عدد معين من نوع معين من الأسئلة ونوع معين تاني من الأسئلة، بمعنى أعمل مثلا بما تفسر 3 4 أسئلة كده، بما تفسر 4 أسئلة، وده علامة صح أو خطأ 4 أسئلة، واختيار من المتعدد 4 أسئلة، وما النتائج مثلا 4 أسئلة. هل ينفع ان انا اصنفهم ولا احط الاسئله كلها ورا بعض كده؟ لا، ينفع التصنيف طبعا، تعمل التصنيف بحيث ان حضرتك يبقى الولد عارف ان هو الجزء ده اسئله صح ولا غلط، الجزء ده بما تفسر، الجزء ده كده، زي الامتحانات اللي بتيجي اخر السنه. طب اعملها ازاي؟ بسيطه قوي. بصوا حضراتكم، هنا عندي شريط الادوات، ان اهو احنا عرفنا ان علامه الزائد دي إضافة سؤال. المؤشر السهم ده هجاوب عليه دلوقتي أثناء الورشة. تي تي دي الحروف اللي هي الحروف بتاعتنا، عم نستعملها حرف كبير والحرف صغير وكده. دي علامة الصورة لو أنا حبيت أضيف صورة خريطة مثلا وأسأل عليها أسئلة أو كده. وده الفيديو. أنا عاوز أجاوب على سؤال إن أنا عايز أعمل تصنيف، أعمل قسم بما تفسر وقسم كده. شايفين حضراتكم علامة اليساوي دي؟ اضغط عليها كده ضغطايه، ايه اللي حصل؟ ظهر لي تبويب اسمه قسم بلا عنوان. يعني ايه قسم بلا عنوان؟ هو ده التصنيف اللي الاستاذ بيسالني عليه، ان انا اروح عامله كده السؤال ده، القسم ده انا هخليه ضع علامه صح او خطا، تمام. وهنا عندي وصف، الوصف ده اختياري، ممكن احط في الوصف اقول ايه، اجب عن 4 اسئله مما يلي، واروح انا عامله 5 اسئله، تمام. او اقول له ايه، هذه اجب عن سؤالين مثلا. شوف الوصف اختياري عندك هنا تحت القسم، تكتبه او ما تكتبوش انت، ايه انت حر. طيب طيب ده اول حاجه، ده العنوان الرئيسي، الطبق الرئيسي، التصنيف اللي الاستاذ بيقول لي عليه، ان انا عايز اعمل قسم عدد معين من الاسئله، نوع معين من الاسئله. اروح ضايف علامه الزائد، ايه اللي حصل؟ اهو هنا اروح ضايف علامه الزائد، ايه اللي حصل؟ نزل سؤال تحت القسم ده، ضع علامه صح وخلص، فنزل لي اول سؤال اقول له ايه، وحده مينا القطرين في عصر الدولة القديمة. طبعا ملك مينا وحد القطرين في بداية عصر الأسرات، يعني في العصر العتيق، يعني في الأول خالص. وأقول له مثلا خيار من متعدد، أو أعمل ليها مربع اختيار مثلا، وأقول مربع الاختيار الأولاني صح، وأعمل المربع التاني خطأ، ماشي. واقول له نموذج الاجابه بتاعي فين، هنا نموذج الاجابه، مفتاح الاجابه، اقول له واحد القطرين في عصر الدوله القديمه، لا ده خطا، وادي دي درجه، اقول له درجه واحده، تم، تمام. طيب يبقى انا كده عملت ايه، عملت تصنيف للقسم، يعني ده علامه صح وخطا، وعملت اول سؤال. طب ينفع اعمل سؤال تاني؟ عملت، اعمل علامه الزائد اهو، وبدا ينزل لي سؤال تاني تحت، ايه تحت مين، احط اي سؤال انا عاوزاه، ماشي اهو اي سؤال. طيب اجي اضيف سؤال ثالث، ايوه علامه الزائد، نزل لي سؤال تاني اهو،
يبقى انا عندي في ده علامة صح وغلط، عندي سؤال بتاع مينا والسؤال التاني اللي انا عملته كده نقاط عشان ما ناخدش وقت، والسؤال التالت اهو مثلا. طيب عايزة اعمل تصنيف تاني للأسئلة، عايزة اعمل قسم تاني للأسئلة مثلا بما تفسر. طب وماله، اروح هنا اهو تحت خالص، واحنا اتفقنا اعمل قسم تاني جديد منين؟ من علامة اللي يساوي اهو، هيجيلي ايه؟ قسم بلا عنوان. تمام، اروح اضغط عليه ضغطية كده واقول له ايه؟ بم تفسر، بما تفسر اهو. من عندي هذا القسم الاولاني ده علامة او صح وغلط، والقسم التاني بما تفسر. اضيف سؤال تاني ازاي؟ من علامة الزائد. بدأ يظهر لي السؤال تحتي اهو، واكتب اي سؤال دلوقتي. خلاص كده اهو. طيب عشان قبل ما اروح الحتة دي عاوز اجاوب على حاجة تانية. في ناس بيقولوا لي طب احنا عملنا دلوقتي الاقسام، هذا قسم صح وغلط وقسم بما تفسر، جميل قوي. طيب بس انا لاحظت حاجة، هي ايه؟ ان انا بعد ما عملت الاقسام دي مثلا رحت عامل ايه؟ رحت عامل ايه؟ يعني مثلا عملت قسم التاني اهو، ورحت عملت هنا اهو قسم تالت مثلا، ده سؤال تاني مثلا، رحت عملت قسم تالت مثلا وعملته ايه؟ اختر الاجابة الصحيحة، اختر الاجابة الصحيحة مثلا. يبقى انا كده عملت 3 اقسام في الامتحان، عملت قسم ليه بما تفسر ماشي، وعملت قسم لما النتائج، وقسم بما تفسر، وقسم اختر الاجابة، وقسم ده علامة صح وغلط. بس انا لاحظت وانا بكتب الاسئلة كده وانا بعمل زائد ان انا عاوز احط سؤال تاني في ضاع علامة صح ولا غلط، كل ما اعمل علامة الزائد ده هي اللي بيظهر، تنزل لي علامة الزائد في الجزء الخاص باختر الاجابة الصحيحة. انا عاوز اضيف سؤال هنا اهو في ضاع علامة صح او غلط، كل ما اعمل علامة الزائد كده بتروح نزلالي هنا، بتروح نزلالي هنا على طول. طب ليه؟ دي تكاية بسيطة قوي، وبسيطة والموضوع بسيط قوي. حضرتك عايز تضيف سؤال تاني على ضاع علامة صح او غلط، يبقى لازم تتأكد ان شريط الادوات اللي انت بتضيف منه السؤال اللي علامة البلس اللي احنا عارفينها لازم تكون عند القسم اللي انت عايز تضيف عليه السؤال. ليه؟ لان حضرتك عايز تضيف على ده علامة صح او غلط، ولما بتضغط على علامة الزائد اللي بيحصل بيضاف السؤال تحت هنا عند اختر الاجابة الصحيحة. طيب والحل هنا ايه؟ الحل ان انا علشان اضيف سؤال عند القسم اللي انا عاوزاه اضغط ضغطاية واحدة عند القسم اللي انا عاوزة اضيف عليه سؤال عشان شريط الادوات يبقى جنبه. اول شريط الادوات ما يبقى جنبه، اول ما اعمل علامة الزائد هنا اهو بيضاف السؤال اوتوماتيك على طول. تمام، تعال نجربها تاني، تعال نجربها تاني. تمام كده اهو، انا دلوقتي ضغطت ضغطاية على القسم بتاع ده علامة صح وغلط علشان اضيف فقرة جديدة او جملة جديدة من الصح والغلط، سؤال جديد من الصح والغلط. اروح اضغط ضغطاية على القسم، على عنوان القسم اللي هو ده علامة صح وغلط، واروح عند شريط الادوات بتاعه واضغط علامة الزائد. تمام، راح ضاف لي سؤال اهو، امكانية ان انا اعمل سؤال. خلاص كده اهو. تمام، يبقى انا عشان اضيف سؤال على القسم اللي انا عاوزاه اقف عنده كده اهو ضغطاية، يروح متنشط اوتوماتيك، بيجي شريط الادوات جنبه عشان اتمكن من اضغط علامة الزائد اللي جنبه ويبدأ يظهر واحط السؤال اللي انا عاوزاه. ماشي، يبقى كده انا جاوبت على السؤال التاني اللي بيقول انا عاوز اعمل تصنيف للاقسام، اعمل تصنيف للاسئلة بحيث ان انا يبقى عندي سؤال الاول عدد من الاسئلة، سؤال التاني عدد من الاسئلة، سؤال التالت عدد من الاسئلة. جاوبنا عليه ازاي؟ ان انا بعمل التصنيف ده او الاقسام دي من علامة اليساوي اللي موجودة في شريط الادوات. طيب افرض وانا بعمل الاقسام افتكرت سؤال عاوزة اضيفه في قسم معين، كل ما اعمل اضافة بينزل لي السؤال في قسم تاني. طيب ايه السبب؟ السبب ان حضرتك شريط الادوات واقف على قسم مختلف،
بمعنى ان انا لو عايزه اضيف على اخطر الاجابه الصحيحه لازم شريط الادوات ده ينزل من قسم بما تفسر ويبقى عندي تحت اخطر الاجابه الصحيحه، يبقى موجود في شمالها. ازاي؟ اضغط عليه، اضغط على القسم بتاع اخطر الاجابه الصحيحه عشان شريط الادوات يبقى جنبه، عشان لما اضغط على علامه الزائد بتاعته تمام يتيح لي امكانيه عمل سؤال. تمام كده، يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال التاني. هنا كمان في جالي سؤال ان انا دلوقتي هل لما انا اعمل الامتحان ده هل ممكن يتيح لي ان انا اخد منه نسخة ورقية؟ ممكن يتيح لك تاخد منه نسخة ورقية. حاجة بسيطة خالص، بتروح عند الثلاث نقاط اللي فوق هنا وانت بتطلب منه انك تعمل طباعة. تمام، بتروح هنا فوق. تمام، طبعا بتروح عند الثلاث نقاط هنا وبتختار طباعة. لما اول ما تضغط طباعة بيجي لك بينزل لك نسخة ورقية، بس طبعا تبقى موصل الموبايل بتاعك اللي جاك الطبعة متوصل من موبايل او متوصل من لابتوب وبتطبع وبينزل لك الامتحان اللي انت عملته ده نسخة ورقية. يعني انت ممكن يتحتك بعد ما تعمل الامتحان تعمل نسخة ورقية. طيب جالي سؤال كمان على ان انا دلوقتي والله الامتحان كويس قوي وكده وكل حاجة تمام واقدر اعمله، بس انا عندي صعوبة في الكتابة. صعوبة ازاي؟ يعني في الكتابة ازاي؟ يعني انا بطيء شوية وانا بكتب على الكمبيوتر او وانا بكتب على الموبايل، الخطوط عندي ما بشوفش كويس، الخطوط عندي صعبة شوية، كتابتي بسيطة ما بشوفش الحروف، الحاجات دي كلها. طيب الحل ايه؟ مفيش عندك حل سريع كده ان انا اقدر اعمل امتحان يكون بسرعة اكتبه بسرعة؟ في حل جميل قوي، اللي هو ايه؟ انك بدل ما تكتب من لوحة المفاتيح، يعني مثلا اختر الاجابة الصحيحة مثلا هنا، بدل ما تكتب من لوحة المفاتيح كده حروف، انت تكتب تتكلم. اتكلم يعني ايه؟ يعني اعمل تسجيل صوتي وجوجل يبدأ يكتب بالنيابة عني. ازاي؟ تعال نجرب. انا هنا في اخطر الاجابة الصحيحة عاوزة اكتب سؤال، اقول ايه التقويم هنا، سؤال كده برضو بسيط، نختار سؤال بسيط، من التقويم الشمسي عند المصريين القدماء من علم الفلك. التقويم الشمسي، وبكتب كده اهو التقويم الشمسي عند المصري القديم يعتبر من علم، من علم ايه؟ نكتب بقى الفلك ولا الحساب ولا مثلا ايه العمار. كتبت السؤال. طب هل ممكن في طريقة اسرع؟ في طريقة اسرع زي ما قلت لحضراتكم، انك بدل ما تكتب من لوحة المفاتيح اللي احنا شايفينها هنا، استخدم، شايفين حضراتكم لوحة المفاتيح اللي انتم شايفينها دي بتاعتي اللي بتاعت الموبايل، عندي فوق في شمال لوحة المفاتيح، فوق شمال لوحة المفاتيح علامة المايك. لو ضغطت على علامة المايك ضغطاية هيديني اتاحة ان انا اسجل صوتي السؤال اللي انا عاوزاه اقوله. طيب بس عاوزين نتفق مع بعض ان انا لو ضغطت ضغطاية على الميكروفون صوتي هيختفي من حضراتكم، مش هتسمعوه، لانه هيبدأ يعمل عملية تانية، هو ايه؟ انه يكتب اللي انا بقوله. تعال نجربها، احذف كلمة التقويم الشمسي عند المصري القديم يعتبر من علم، احذفها خالص وهعملها بالصوت. تمام، خليكوا كده معايا، انتوا مش هتسمعوا حاجة لكن هتشوفوا انه هيبدأ عند تبويب السؤال اللي انا مسحته دلوقتي هيبدأ يكتب. هضغط ضغطاي على علامة المايك اللي انتوا شايفينها في لوحة المفاتيح دي.
شايفين حضراتكم؟ انا كتبت دلوقتي بصوتي، اني ضغطت على علامة المايك وكتبت وسجلت بصوتي. صوتي اختفى من عند حضراتكم علشان ساعتها بيعمل عملية تانية، هو بيكتب اللي انا بقوله على تبويب السؤال. تقويم الشمس عند المصري القديم من علامة نقط، حتى كلمة نقط اللي انا قلتها كتبها بالعربي. طبعا احذف كلمة ايه؟ نقط. تمام. يبقى اذا انا اقدر ان انا لو عندي صعوبة في الكتابة، بطيء في الكتابة، اقدر ان انا استخدم اوبشن التحدث بالصوت من خلال علامة المايك الموجودة عندي في لوحة المفاتيح. اظن مفيش اسهل من كده. يعني حضرتك بدل ما تكتب بيديك امكانية انك تسجل بصوتك من هنا. طيب انا عاوز اعمل التجربة دي تاني معاكم علشان ايه؟ تعرفوا ازاي نستخدمها. حضراتكم دلوقتي انا همسحها تاني اهو، تمام كده، واتفق معاكم اتفاق ان انا دلوقتي هقول، يعني هسجل بصوتي. هعمل ايه؟ هضغط علامة المايك الموجودة في لوحة المفاتيح اللي حضراتكم شايفينها دي، اللي هي في شمال لوحة المفاتيح اللي موجودة عندي هنا ناحية اليسار. اول ما اضغط هيجي ايه؟ جالي التحدث. جالي التحدث، انا هقول اللي انا عاوزة اقوله، لان حضراتكم الصوت عندي هيختفي وهيظهر بس الكتابة بتتكتب. هضغط كده ضغطاية. شايفين حضراتكم؟ انا كتبت كل الكلام اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم اللي انتم ما انتوش سامعينه في اللحظه دي، قلته بالتسجيل الصوتي بتاع المايك وبدا يتكتب عند حضراتكم دلوقتي قبالكم دلوقتي. شايفين الاوبشن ده؟ يبقى الاوبشن ده بيكتب بالنيابه عنك بالصوت، بيكتب بالنيابه عنك، بدل حضرتك ما تكلف نفسك وتكتب وتتعب وتبقى كتابتك صعبة وتبقى مش شايف الحروف، ممكن تضغط على علامة المايك زي ما عملت دلوقتي وتكتب اللي انت وتقول اللي انت عاوز تكتبه، فهو يكتب بالنيابة عندك. طيب افرض ان انا غلطت في الحروف، يعني زي انا دلوقتي كاتبة كلام كتير قوي ملوش علاقة بالسؤال، بيديني امكانية التحرير؟ اه، بيديني امكانية ان انا اظبط السؤال بان انا بضغط بعلامة الزائد اللي موجودة تحت دي، ببدأ امسح الكلام الزيادة او الكلام اللي انا مش اللي مش مظبوط وابدأ اظبط السؤال بتاعي. وقف عند السؤال بالظبط اهو، تمام، بيديني امكانية التحرير لو انا اخطأت في كتابة حرف او قلت كلمة زيادة. يبقى ده الاستفسار او الاجابة عن استفسار هل في طريقة سريعة اكتر احرر بيها الامتحان واكتب بيها الامتحان. ايوه، مفيش اسهل من انك تتكلم وحد يكتب بالنيابه عنك من خلال التسجيل بالصوت. وطيب هل انا اخطات في الحروف؟ اه، بيديك عندك الامكانيه انك تظبط الحروف. طيب دي الاجابه على السؤال التاني. عندي كمان سؤال بيقول، طب انا لو افرض عملت امتحان وعاوزه زميل ليا يشاركني في الامتحان، بمعنى ان هو الامتحان بتاعنا عملت الامتحان اهو مثلا وعاوزة ابعته لزميلي علشان يزود عليه او يراجعه معايا، ازاي ولو في حاجة خطأ يظبطها؟
هل ينفع ان في حد يشاركني الامتحان؟ اه طبعا ينفع. منين؟ من عندي، من اهو هنا. مرة تانية معلش، ها عند الثلاث نقاط اللي جنب اللوجو بتاعك اهو، في اظهار للقائمة المنسدلة، واقول اضافة متعاونين. يعني ايه اضافة متعاونين؟ يعني اخلي زميل ليا يتحكم في الفورم ده ويبدأ يشتغل، يعني يبقى الفورم بتاعه ده زي بتاعه بالظبط، ويقدر يزود فيه ويضيف عليه ويعمل اللي هو ايه عاوزه. اضافة متعاونين يظهر لي ايه؟ يظهر لي الشريط اللي هو المربع ده. المربع ده، ده اضافة متعاونين، ان انا اقدر اضيف من هنا. لو انا عندي ايميلات ناس، معلش مش هقدر اكبر الشاشة علشان دي ايميلاتي الخاصة، ان انا اقدر اضيف الايميل. لو هو عندي ايميلات اوريدي موجودة هتظهر موجودة تحت هنا، او ان انا لو هو مش موجود عندي اضيف هنا واكتب الايميل بتاعه، او اكتب الايميل بتاعه. ماشي اهو، ماشي. واقول له تم بعد ما اضيف، اقول له تم. طيب برضو السؤال ده فيه تكاي، هل بعد انا ما اعمل اضافة متعاونين من ثلاث نقاط هنا، هنا هو اضافة متعاونين اهو، ويظهر لي المربع دوت ويجي لي واكتب هنا الايميل اللي انا عاوزة اكتبه، او اختار من الايميلات اللي عندي واقول له تم من هنا، هل ده معناه ان انا لما ابعته لزميلي يقدر يتحكم في النموذج ويشتغل فيه كأنه بتاعه؟ اه، بس بشرط. هو ايه؟ ان انت لما تعمل العملية دي، ان انت تختار تكتب ايميل زميلك او تختار من الايميلات الموجودة عندك وتقول له انا عاوزاه يبقى متعاون معايا، الفورم بتاعه يقدر يتحكم فيه زي انا بالظبط، هجيله على الايميل بتاعه. لازم هو يدخل على الايميل بتاعه ويعمل موافق. طب افرض ان هو زميلك ما دخلش على الايميل بتاعه وعمل موافق، مش هيقدر يتحكم معاك في الاختبار، ومش هيقدر ان هو يضيف ولا يزيد ولا اي حاجة، ويبقى زيه زي غيره بيوصلوا الفرن. يبقى اذا لما انت تعمل الخطوة دي، في خطوة تانية عند زميلك التاني، اول ما يوصله اشعار ان انت طلبت منه ان هو يبقى شريك معاك في الفرن علشان يبدأ يدخل ويتصرف فيه زيك بالظبط، ان هو يعمل موافق على ان هو يبقى متعاون معاك على الايميل، يقدر يتصرف فيه زيك بالظبط، ويقدر يزود ويحط اسئلة ويعمل اللي هو عاوزه. تمام، لان في بعض الزملاء يقولوا احنا عملنا الخطوة دي بس انا بيوصلني الفورم ومش قادر اتحكم فيه. ايوه، لان حضرتك لما بيوصلك الاشعار ده مش هتقدر تتحكم فيه الا اذا دخلت على ايميلك اللي هو كتبه منك، ان هو انك تبقى متعاون معاه وتعمل موافق. تمام، جاوبت على السؤال ده. في سؤال تاني جالي، اللي هو بيقول السؤال تاني بيقول ايه؟ اه، بيقول انا لما بعمل الفورم بتاعي وابدأ ابعته للطلاب. احنا دلوقتي ارجع تاني اذكر حضراتكم واقول ان انا عاملة النموذج باصدار سطح المكتب. يعني ايه باصدار سطح المكتب؟ كأن بالظبط موجودة على اللابتوب او على الكمبيوتر، بس من خلال الموبايل. ازاي؟ من خلال الاوبشن الخاص بالعرض باصدار سطح المكتب. اهو عامله منشط العرض باصدار سطح المكتب. سطح المكتب المقصود بيه زي ما اتفقنا في بدايه الورشه هو اللابتوب او الكمبيوتر. طيب نرجع تاني لسؤالنا ونقول، طيب انا ازاي لما ببعت الارسال، لما ببعت الرابط، نعمل كده عملي ارسال اهو. طبعا هنا ارسال علشان موجوده باصدار سطح المكتب، لو كان بالموبايل بيبقى علامة السهم زي ما مش عارفين في الايه الورشة الأولى. اه، بيجيلي نفس الرسالة اللي احنا عارفينها من خلال الايميل، تبعت الرابط ده من خلال الايميل، او الرابط اللي هي علامة الرابط ده، او تضمين انك تحطه في موقع مثلا، او على تويتر، او يتم نشره على تويتر او على الفيس. طب خلينا ناخد علامة الرابط منها اللي احنا عارفينها. علامة الرابط اللي هو الرابط ده اهو، الكبير ده. احنا زي اتفقنا في الورشة الاولانية ان انا ماخدش الرابط الكبير ده. ليه؟ لان كل الرابط ما كبر كل ما يبقى عند يعني ايه فرصة ان يبوظ
اكتر، ان هو يبقى غير صالح اكتر. هو صالح وكل حاجة، لكن كل ما يبقى كبير ويتم نسخه ولصقه ممكن في جزء يبقى هايبر نشط وجزء غير هايبر، فاجي اضغط عليه يقول لي هذا الرابط غير صالح، هو والله صالح لكن هو من عشان كبير قوي فما بيوصلش بالكامل. فالافضل زي ما اتفقنا في الورشه الاولانيه ان انا استخدم الاوبشن اللي هو تشيك تقصير عنوان الرابط، واضغط عليه ضغطايه كده فلاقي شكل الرابط شكله صغر، فبالتالي ان هو يوصل سليم ويوصل صح عند اللي انا ببعته. السؤال بقى هنا اللي جالي قال لي ان انا لما بعمل الحركه دي المفروض ان انا انا عملت نسخه اهو، عملت نسخه تمام. طيب هو ليه مش بيقفل وبيروح على الحته اللي انا عاوزه اروح عليها؟ المفروض يعمل سمنت ويروح عند الحته اللي انا عاوز اروح عليها. لا مش المفروض يعمل سمنت، لا محدش قال كده، انت بتعمل نسخ كده علشان تروح الحته اللي انت عاوز تروحها وتعمل لاصق. يعني عاوز تروح على الواتس وتعمل لاصق تبعته لطلابك عن طريق الواتس تعمل لاصق، عايز تروح عند الماسنجر لطلابك وتعمله لاصق تعمل لاصق، عاوز تنزله على بوست على الفيس او على تويتر تروح تعمل لاصق تمام. يبقى اذا السؤال اللي جالي وقال لي انا لما بعمل نسخ ما بعملش ليه سميت ويروح على الحته اللي انا عاوز اروحها، مش بيعمل سميت، مفيش حد قال كده، هو بيعمل نسخ. فالاوبشن التاني قباله على طول اسمه ايه؟ لاصق، بتاخد نسخه علشان تروح تعمل لاصق عند اللي انت عاوز تبعته له على الواتس على الماسنجر، تنزله على الواتس، تنزله على الفيس، تنزله على تويتر، تنزله على اللي انت عاوز ايه تنزله تمام. يبقى ده السؤال التاني. طيب جاني سؤال تاني بيقول كده خلاص. طيب جاني سؤال تاني بيقول طيب الردود اشوفها منين؟ والله الكلام ده انا قلته في الورشة الاولانية، بس هرجع تاني اقول حضرتك خلاص مش انت عملت الاسئله دي، احنا عملنا بعض الاسئله اهو. طيب عندي كلمه الاسئله فوق هنا، عندي كلمه الاسئله فوق هنا اهو تمام، في كلمه الردود. او انت ما هتبعت والطلبه ترد، الردود هنا في عدد جنبها كده هيزيد، هيبقى 1 2 3 4، عدد الردود هيزيد، تضغط على كلمه الردود الصفحه دي هتتفتح لك وهي علامه الاكسل، جدول الاكسل اللي هنا تضغط عليه ضغطاي بيجي لك المربع ده علامة الاكسل، تضغط كده بس عشان تشوف الشاشة. ماشي كبر الشاشة عشان تشوف شوية ويجي لي المربع ده. طيب هل المربع ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايز انشاء جدول بيانات جديد ولا جدول بيانات حالي موجود عندك يعني؟ لا هقول له لا انا عايزه جدول جديد، واقول له انشاء. اول ما اتعمل لي انشاء انا اهو هنا، انا عشان بستخدم الموبايل هيجي لي هل على درايف ولا على كروم، اضغط على كروم. لو انا على اللابتوب دلوقتي حالا هيبقى يتفتح لي على طول، هيجي لي شكل جدول الاكسل بتاعي اهو، عنوان البريد الالكتروني اللي انا هطلبه من الطلبه عشان يبقى عندي قاعده بيانات الطلبه بالبريد الالكتروني بتاعها. النتيجة هتظهر هنا لما يحلوا الأسئلة بتاعتي كلها، وكل سؤال مكتوب اهو هتتكتب درجته حسب نموذج الإجابة بتاعتك تمام، تبقى مكتوبة هنا على طول. طيب انا عندي الردود بيجيلي في شكل ايه؟ اكسل، او في شكل ايه؟ بياني، شكل رسوم بيانية، هتبقى واضحة اكتر لو انت عندك ردود هتبقى باينة، اول ما تضغط هنا هتلاقيها قطاع بياني اللي هو قطاع شكل الاشكال اللي هو اللي هي الرسوم البيانية تمام. لكن احنا ايه بنفضل طبعا كمعلمين ان احنا نستخدم ايه؟ نستخدم الجدول الاكسل اللي هو لانه بيبقى شبه شوية من مين؟ بيبقى شبه دفتر الدرجات بتاعنا تمام كده. نرجع تاني للنموذج بتاعنا. نرجع تاني للنموذج بتاعنا الاولاني احنا كنا شغالين فيه. طيب طيب عندي سؤال تاني بيقول طيب دي بالنسبه للاسئله بتاعتي. طيب هل في امكانيه ان انا احرك مثلا
تبويب، يعني تبويب عن تبويب. اه تقدر تحرك عادي، تقدر تحركه عادي من الثلاث نقاط اللي فوق هنا، تقدر تحرك مكانه وتنزله تحت او تنزله فوق اهو. يعني تقدر انت تعمل عملية ترتيب بايدك المانيوال يعني. اه عندي ثلاث النقاط اللي فوق ده اهي، ابدأ اشيله واحطه زي ما انا عايزه كده ماشي. اه ببدأ احرك مكانه، احركه من مكانه، شوف انت عايز تحطه فين ماشي. اه امكانية الحركة يدويا موجودة. اه وانت مثلا عايز تحط سؤال قبل سؤال تقدر تحركه. عندك التلات اللي هو كام نقطة اللي فوق دول، 6 نقاط فوق دي، تضغط عليها ضغطية كده ماشي وتبدأ تحرك ماشي. تمام، شوف انت عايز تحركه تحت ولا فوق. اه ماشي. طيب يبقى انا كده اقدر احركه يدويا، اقدر احرك وانظم الاسئلة زي ما انا ايه عايز. ده بالنسبة للجزء السؤال ده. عندي سؤال تاني بيقول هنا إضافة متعاونين كتابة بالصوت. طيب افرض ان انا موجودة دلوقتي على النموذج بتاعي وانا عاملة اكتر من اختبار. تعال نشوف في سؤال تاني جالي وقال لي هو افرض ان انا عاملة دلوقتي زي ما انا عاملة اختبار على الوحدة الاولى، عملت اختبار على الوحدة التانية وعملت اختبار على الوحدة التالتة، جيت عاوزة اعمل اختبار مشترك على جميع الدروس الثلاثة دول، على الوحدة الاولى والتانية والتالتة، هل هكتب الاسئلة تاني واعيد نفس الاسئلة تاني؟ هل في امكانية ان انا استلف سؤال عامله على الوحدة الاولى اعمله في المراجعة النهائية واستلف سؤال من الوحدة التانية بدل ما اكتبه تاني؟ اه طبعا في امكانية جميلة اوي. فاكرين شريط الادوات الجميل بتاعنا ده اهو، قلت لحضراتكم علامة الزائد اللي انا بضيف سؤال، علامة السهم دي اللي انا قلت لكم هجاوب عليها ايه فايدتها، علامة السهم اللي هي اللي تحت علامة البلس دي استيراد سؤال، استورد سؤال يعني اجيب سؤال استلف سؤال من احد النماذج الموجودة عندي. دي النماذج بتاعتي، كل حضرتك ما تعمل نماذج هتقبل النماذج هنا ظاهرة عندك هنا. وده النموذج بتاع النشط اللي هو المعمول عليه علامة الزرق ده، المكتوب المعمول عليه بالازرق. طب انا عاوزة استلف سؤال من اللي ايه من اللي جنبه هنا، اضغط عليه ضغطايه هنا كده واقول له تحديد، يتفتح لي النموذج التاني اللي انا عاوزه استلف منه. طب انت عاوزه تستلف منه ايه، كل الاسئله اختيار الكل ولا عاوزه سؤال واحد بيتيح لي ده وبيتيح لي ده؟ تعال نجرب كده اختيار الكل ماشي اهو، اضغط على اختيار الكل واروح تحت خالص واقول له استيراد ماشي. جات لي الأسئلة، جات لي الأسئلة ماشي، وأبدأ أرتبها بقى، أضغط عليها وأبدأ أرتبها يعني. طيب افرض إن أنا عاوزة سؤال معين، سؤال معين أعمل إيه؟ أضغط برضو على علامة السهم وأشوف ده اللي بيبقى نشط، ده اللي بيبقى نشط هو اللي أنت مفتوح عليه. طب افرض عاوزة أخد سؤال من هنا، اضغط عليه ضغطايه واروح عندي كلمه تحديد كده واروح عند اضغط عليه ضغطايه واروح عند كلمه تحديد اللي موجوده هنا اهو، وبيتيح لي بيقول انت عايزه انهي سؤال، عايزه انهي سؤال من انهي قسم. شوف بيحدد لي لحد فين، بيفتح لي الاختبار باقسامه بكل اسئلته واروح اقول له ايه، طب انا عايزه السؤال ده بس، انا عايزه السؤال ده بس. شوفوا يعني بيديني امكانيه سؤال. طب هل ممكن اخد سؤال كمان؟ اه ممكن اخد سؤال كمان، ده ممكن اخد الكل. طب ممكن اخد الكل؟ اه ممكن اخد الكل. لا 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 انا مش عايزه اخد الكل، انا عاوز اخد السؤال ده وعايزه اخد السؤال ده ماشي. اه واروح تحت خالص واقول له استيراد الاسئله، الاقيها بدات تظهر لي، تظهر ماشي ماشي. اتقع مصر اهو اللي انا عملتها اهو، وحتى اخترتها جغرافيا عشان تشوفوها ماشي. اتقع مصر عملت اسئله جغرافيا عشان تبقى مختلفه، تبقوا عارفين حضرتكم احنا ايه لما استوردنا اسئله ظهرت على النموذج اللي انا كنت ايه فتحة. تمام كده. يبقى انا عندي هل
انا عندي اكتر، عملت دلوقتي اختبار على الوحده الاولى والثانيه والثالثه، لما اجي اعمل الاختبار مجمع هكتب تاني الاسئله؟ لا، تقدر عندك امكانيه السهم ده اهو انك تستورد الاسئله الموجوده في النماذج بتاعتك زي ما انت ايه عاوز. طيب افرض ان انا عاوزه اعمل سؤال خريطه او سؤال صوره خريطه او صوره الجهاز الهضمي او صوره اي صوره عندي حسب المواد بتاعتك، تضغط على علامه الصوره وتشوف انت هتختارها منين، تحميل عندك من الجهاز كمبيوتر او الفون او تلقط كاميرا، يعني تفتح الكاميرا عندك ولا موجودة في موقع الكتروني ولا من الصور اللي موجودة عندك في المعرض ولا من الدرايف بتاع جوجل، وتعمل تصفح وتظهر الصورة. تمام، طيب ادي في امكانية تانية. طيب افرض ان انا عندي فيديو، هل النموذج الاختبار الالكتروني ده يسمح لي ان انا اعرض فيديو؟ اه ليه لا، تقدر تعمل فيديو وتفتح كده اهو وتضغط على علامة اليوتيوب اللي هي علامة الفيديو دي، تغطايه كده وبيجي لك اليوتيوب، وتكتب في البحث في الفيديو او عنوان، لو هو فيديو على اليوتيوب او في موقع الكتروني اخر تعمل نسخ للموقع الالكتروني وتلزق هنا وتقول له تحديد، يروح الفيديو متحدد على طول ويروح. مثلا لو احنا عملنا مثلا ايه خوف، ومثلا هرم خوفه، هرم خوفه مثلا، واروح اعمل له ايه تحديد خلاص، وابدا ان انا ايه اقول له بحث، ابحث لي كده على خوفه، يبدا يدور يدور يدور، يطلع لي كل محركات البحث دي مثلا، ماشي، الهندسة في مصر القديمة اهو، واقول له بعد ما اضغط عليه اقول له تحديد، ظهر عندي الفيديو. تمام يا جماعه اهو، وابدا واكتب له بقى هنا بعد مشاهدتك للفيديو، بعد مشاهدتك للفيديو اكتب نبذة عن عصر بناة الأهرام. تمام اهو، ويبدأ الولد يفتح الفيديو ويبدأ اللي هو يجاوب عليه. طيب هنا بقى هيوديني سؤال تاني، هو ايه دلوقتي انا طلبت منه يكتب نبذة، ده سؤال مقالي، هل ليه نموذج إجابة؟ لأ طبعا ملوش نموذج إجابة، وعشان كده لما أنا قلت لحضراتكم هنا اهو في الأوبشن بتاع الاختبارات، قلت لحضرتك في بالنسبة للعام الاختبار هنا قلت لك ما بتخليش الدرجة تظهر مباشرة، خليها في وقت لاحق بعد المراجعة اليدوية. مراجعة يدوية ايه؟ ما هو السؤال المقالي، لو انت حضرتك كتبت سؤال مقالي، السؤال المقالي بالذات لازم يتراجع يدويا، يعني تراجعه انت بنفسك. ليه؟ لان السؤال المقالي مهما كتبت نموذج اجابه ليست له اجابه، ليست له نموذج اجابه صحيح على الفورم الالكتروني، على النموذج الالكتروني. ليه؟ لان لو حضرتك كتبت الكلمه بالهمزه والطالب كتب نفس الكلمه من غير همزه هيحسبها له خطا. لو حضرتك اخدت مسافة من كلمة وكلمة والطالب ما خدش مسافة المسافة دي او عمل مسافة مضاعفة هيحسبها له خطأ. فالكتابة المقالية بالذات عايزة تدخل يدوي، وإلا ان مفيش حد هيكتب كما كتب الاخر بالظبط، سواء بالحروف او بالمسافات او الحاجات دي كلها. ففي الاختبار الالكتروني بيحسبها له انها خطأ. لكن الاختبار الالكتروني مفيد اكتر فين؟ في الاختيار من متعدد، في المربعات الاختيارات، في الحاجات دي كلها مفيدة. أما بالنسبة للأسئلة المقالية لازم تكون مراجعة يدوية، أو اللي هي المقصود بيها المراجعة اليدوية اللي هي مراجعة الشخص نفسه. تمام، ولذلك لو أنت عملت الدرجة مباشرة بعد الإرسال ممكن الولد يبقى حالل سؤال مقالي ومتحسبش عليه احتسابه غلط، فالولد يتضايق ايه السبب، طب ليه اصلا لسه راجع يدويا، الولد مش هيفهم اوي لو كان صغير في السن. فانت الافضل احجب الدرجه وخليها في وقت لاحق لو انت عامل اسئله مقاليه، علشان انت تصححها يدويا وتظهر الدرجه بعد ما تراجع الاختبار
الإلكتروني بتاعك لو انت عامل أسئلة ايه مقالين. تمام كده، يبقى كده انا جاوبت على السؤال الخاص هل السؤال المقالي ليه نموذج؟ لا ملوش، بتقدر تعمل نموذج زي ما انت عاوز، بس صعب انه يعتمد عليه لانه ما فيش حد كتابته زي الاخر، خصوصا ان الهمزة هتفرق مع التصحيح الالكتروني فيحسبها له خطأ فما ينفعش. دي بالنسبة لمعظم او كل الاسئلة اللي وردت ليا، اللي هو خاصة بالطباعة، ان اخد نسخة، اضافة متعاونين، وبالنسبة للجدول والردود ونسخ الرابط والحاجات دي كلها. طيب في تكات برضو وجاوبت عليها بالتكات بتاعتها. طيب افرض دلوقتي انا موجودة عندي النموذج اهو، تمام، ورحت عملت النسخ بتاعه، عايزة ان اشوف النماذج بتاعتي التانية، اعمل ايه؟ عندي هنا علامة اللي فوق جنب اختبار على الوحدة الاولى، فينا علامة لشكل النموذج، لو ضغطت عليها ضغطية كده ايه اللي هيحصل؟ هيظهر لي كل النماذج بتاعتي، دي كل النماذج بتاعتي، تمام اهو. اروح انا ايه، ضغط على النموذج اللي انا عاوزاه يظهر، واضغط عليه، مثلا اضغط على الامتحان التاني، واضغط على كروم لان انا موجودة على الموبايل فبيظهر على كروم، ده امتحان انا مكنتش لسه كملته. طيب عاوزة ارجع تاني للامتحان التاني بتاع اللي انا كنت شغالة عليه دلوقتي معاكم، بضغط فوق هنا بيظهر لي، بضغط عليه اهو. بإمكانية وصولك للاختبارات بتاعتك سهلة جدا 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 اهو، ده الاختبار بتاعنا من خلال المؤشر اللي فوق هنا. جي قلنا برضو ان الشكل العام للاختبار مفيد جدا ومهم جدا، تعال نشوفه. وقلنا عليه، تعال نتعرف على الايقونة دي، احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي هي البالتة اللي هي بتاعت الرسم دي. بعمل خيارات المظهر، اختيار صورة، اختار صورة للكفر بتاع اللي هو الاختبار من فوق كده، اختاره ايه، بيديني امكانية ان انا اختار من الاوبشن اللي هو بيديهولي من جوجل فورم الصور الجاهزة اللي موجودة عنده، او ان انا احمل صورة عندي من عندي على الجهاز، او من صور اللي موجودة عندي على الدرايف. يعني انا اقدر احط الكفر اللي فوق كده بتاع الاختبار من فوق، اختار صورة من عندي انا من على الجهاز عندي، او اختار من الموجود هنا، اختار مثلا دي، ماشي، اخترت دي واقول له ايه، ادراج، بس كده، واختار اللون الاخضر ده يبقى معايا، او خلي اللون حسب اللون ده اهو. يبقى كده ايه، عملت الاختبار بتاعي وبدأت ان انا ايه اظبط الصورة بتاعته من فوق كده، عشان يبقى الاختبار اتراكتيف كده للطلبة، وشكله ايه ممتع للعين ان هما يشوفوه ويدخلوا عليه وكده، الحاجات دي كلها. ممكن الصورة دي زي ما قلت تحملها من عندك، تحط الصورة اللي انت عاوزها، يبقى شكل الاختبار كده جميل للطلاب. يبقى دي فايدة لوحة المفاتيح، سوري، اللي لوحة الرسم، ان انا ايه بغير من المظهر اللي انا عايزاه يوصل الاختبار بتاعي بشكل جميل وانيق وجذاب للطلب. تمام كده. طيب عندي كمان قبل ما نخلص الورشة، اللي هو كمان عاوزة اوفي الجزء ده، اللي هو طب احنا عرفنا ان دي الاعدادات ودي لوحة الرسم او البلتة بتاعت الرسم، ودي الاعدادات اللي انا ايه بعمل منها اختبار وكده، ان انا بغير شكل النموذج وخليه اختبار. طيب امال ايه اللي في النص ده، ايه اللي اخد شكل العين دي؟ العين دي معناها ايه؟ العين دي جميلة قوي، هي ايه، معاينة. شكل الاختبار اللي هيوصل للطالب ده، شكل الاختبار اللي هيوصل للطالب ده شكله. المهم جدا ان انا اعرف شكل الاختبار اللي انا بعته للطالب وراجعه مرة تانية، بحيث ان انا ايه لو في خطأ حرف كتبته غلط، او في سؤال مش مظبوط ابدأ اراجعه، اتأكد ان عدد النقاط اللي انا كتبتها صح، نقطة دي عليها نقطتين، دي عليها نقطة، الله، امال السؤال ده انا ما عملتلوش درجة، ابدأ ان انا ادخل واظبطه. فالمعاينة جميلة جدا، اشوف ده ممكن اشغله واشوف هل هو شغال ولا لا للطالب، لو مظبوط منه ولا لا، ماشي. يبقى الحاجات دي كلها، يبقى المعاينة دي مفيدة جدا جدا عندي، عشان اشوف شكل الاختبار قبل ما اقدمه للطالب، عشان لو في اي اخطاء او الفيديو انا عاوز اغيره، لا الفيديو ده ما ينفعش، مش عايزة اوديه للطالب، اروح عامله له اكس كده، ماشي، اقول له لا انا مش عاوزاه،
طب الله مش راضي يروح ليه؟ لا انا لازم اضغط عليه ضغطة كده. عشان شايفين حضراتكم علامة القلم اللي موجودة تحت هنا، علامة القلم هنا عشان يعمل لي عملية تحرير ان انا اقدر اتحكم فيه. الفيديو ده انا مش عايزاه للطالب، مش عايزاه فيه خطأ، المفروض الطالب ما يشوفوش. اضغط هنا واروح اضغط على علامة السلة، يبقى كده اتحذف، يبقى كده الفيديو بتاعي اتحذف. يبقى اذا المعاينة مهمة جدا جدا، ان انا قبل ما ابعته للطالب اشوف شكل الاختبار للطالب عامل ازاي، وابدأ اعمل له عملية تحرير. تمام. افرض ان في حاجة انا عملتها مش مظبوطة، افرض ان ده ملوش درجة، ادخل واظبط له الدرجة. طب ادخل اظبط له الدرجة ازاي؟ ان انا اهو علامة القلم اللي موجودة تحت هنا اهو، اهو بيبقى كده صالح للتحرير، صالح ان انا ايه اظبطه. واضغط على السؤال ده، السؤال ده ماله فيه ايه اهو، اضغط على علامة تشيك اللي هي علامة تصحيح الإجابة، واظبط الدرجة بتاعته. لا انا عايزاها بدرجتين. تمام. واقول له تمام خلاص. طيب افرض ان انا كاتبة حرف غلط مثلا، إيه كده يعني؟ لا انا كاتبة، انا حاطة الطالب ده يشوفه الترتيب مش موجود، اي خبر. لا ابدأ ان انا اضغط على 3 نقط اللي فوق دي، وابدأ ان انا اشده كده عندي، وابدأ ان انا ايه ارفع هذا التوبيب لفوق بحيث ان هو كده اتحكم فيه، سوري، ويطلع لفوق. تمام. عشان اظبط العنوان البريد الالكتروني، ويبدأ الخيار ده مش ملوش لازمة لانه هو إيه؟ ايه عندي مش موجود، يعني مش كاتبة فيه حاجة. يبدأ ابدأ يا شباب اظبطه، واظبط الامتحان بتاعي قبل ما اوصل للطالب. يبقى الـ3 خيارات اللي فوق دي هنخلي بالنا منها قوي، وان احنا نظبطها وان احنا نخلي بالنا منها، بحيث ان انا ايه قبل ما اشتغل وقبل ما ابعته للطالب اتاكد ان هي سليمه ومظبوطه، وابدا ابعت للطالب الشغل بتاعي بشكل اتراكتيف وجذاب، واعمل عمليه ارسال. اهو ارسال، بيجي لي الارسال اهو، زي ما اتعرفنا ازاي نبعته، نلزق ناخد النسخه ونلزق في الجزء اللي انا عاوزه اروحه، سواء ماسنجر او واتس او الحاجات دي كلها. اعتقد ان دي كل الاسئله والتكات، او معظم الاسئله والتكات اللي خاصه بعمل فورم على جوجل، نموذج اختبار على جوجل. اتمنى اني اكون قضيت معاكم وقت مفيد وممتع، ويكون حقق رديت على اجابتكم بشكل بسيط، وبنفس الوقت بشكل يتيح لحضراتكم التطبيق المثمر والسريع والانجاز في استخدام الاختبار الإلكتروني. أشكركم على ثقتكم، وأشكركم على الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها لي، وفي انتظار طلبات حضراتكم للورشة القادمة. يا ترى عاوزين إيه بالنسبة للورشة القادمة؟ إيه الأداة الرقمية اللي محتاجينها مع طلابكم للتعلم عن بعد؟ في انتظار رد حضراتكم عشان تكون عنوان الورشة القادمة. أشكركم وفي رعاية الله أترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.